اهلا بحضراتكم. النهارده احنا معانا حدث مهم جدا، حفل توقيع كتاب اثار كثير من الجدل واثار كثير من التساؤلات لكاتب تميز دايما ان هو يبحث عن الاختلاف، يسير خارج النسق ويسير خارج السرب لانه تعود على التميز. النهارده احنا في حفل توقيع كتاب الجائز وغير الجائز في نكاح العجائز لكاتبه الدكتور السيد ابو عيطه. دكتور سيد أبو عيطة، في نبذة بسيطة، هو مستشار بالمنظمات الدولية، حصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بمرتبة الشرف، حصل على جائزة مبارك العالمية في السلام والتنمية عام 2005 من اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا، حصل على جائزة أبرز شخصية في إفريقيا عام 2019 من المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في إفريقيا. صدر لسيادته أكثر من 50 كتابا عن أكبر دور النشر المصرية والعربية. من أشهر مؤلفاته كتاب النظرية العامة للجزاء في القانون الدولي العام إصدار دبي، كتاب مفهوم التعامل الدبلوماسي إصدارات دبي، كتاب دراسات في القانون الدولي والجنائي إصدار دار الفكر بالإسكندرية، كتاب فن العلاقات الدولية وإصدارات دار الفكر بالإسكندرية، كتاب اغتيال الأمم إصدارات مكتبة مدبولي بالقاهرة، كتاب النظام الأمريكي الجديد إصدارات مكتبة مدبولي بالقاهرة، كتاب الجائز وغير الجائز في نكاح العجائز أيضا من إصدارات مكتبة مدبولي. في البداية برحب بحضرتك يا دكتور، وأهلا بحضرتك في ونبارك لك على حفل التوقيع. ألف مبروك، ألف 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 شكر، وأهلا بحضرتك والبرنامج الجميل بتاع حضرتك ده، وإحنا سعداء بيكون النهاردة، بيتمنى لكم كل توفيق وكل تميز دايما بإذن الله. في البداية زي ما قلت في البداية دكتور، كتاب اسم الكتاب أثار حالة من التساؤلات وحالة من يعني الحيرة بين القراء، ما هو المقصود بالجائز وغير الجائز في نكاح العجائز؟ الحقيقة هذا العنوان أثار جدلا بالغا في الوسط الثقافي سواء في مصر أو خارج مصر. جات لي رسائل كتيرة من بره مصر، الخليج العربي، السعودية والإمارات، ومن أوروبا والولايات المتحدة، الأصدقاء هناك، وتساؤلات كثيرة جدا داخل الوسط الثقافي المصري من فنانين كبار جدا ونجوم في المجتمع اتصلوا بي، وسياسيين حتى قيادات سياسية اتصلت بي. يعني انت قصدك ايه بالعنوان؟ ايه اللي تقصده؟ ايه هو الموضوعات اللي انت تناولتها في كتابك؟ انت معروف انك كاتب سياسي كبير، يعني ايه علاقة السياسة بهذا الموضوع؟ يعني أنا عاوز أقول لهم إن الجائز وغير الجائز ده قانون الحياة، قانون الطبيعة، قانون الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. دايما إحنا المفروض بنسأل أنفسنا، هل سلوكنا ده جائز أم غير جائز؟ مشروع أم غير مشروع؟ نظامي أم غير نظامي؟ قانوني أم غير قانوني؟ لابد من سلوكنا يتفق مع القواعد، مع المبادئ، مع الإجراءات، سواء الشرعية أو القانونية أو النظامية أو حتى العرفية. دايما إحنا بنتساءل، طيب ده قانون الحياة، إحنا تناولنا هذا القانون الطبيعي الفطري الثابت في إطار العلاقات الاجتماعية أو القواعد التي تحكم العلاقات الاجتماعية بين من؟ بين آدم وحواء، بين الذكر والأنثى في أخص خصائصها. وهل ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون عشان مين؟ عشان آدم وحواء. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، الاثنين مع بعض، الخطاب الإلهي، الخطاب المقدس لا يفرق بين آدم وحواء. الناس اللي عايزة تفرق بينهم، لا، ربنا سبحانه وتعالى ما فرقش. إذن جميع القواعد، جميع الالتزامات، جميع الواجبات، جميع الحقوق تسري عليهما معا على مسافة واحدة، لا فرق بين الذكر والأنثى. عايز أقول إن الأنثى يعني ربنا سبحانه وتعالى ورسول أوصانا بها خيرا، لأن هي بتتحمل كتير، حمل كتير قوي فوق طاقتها يعني، فتحية إجلال وتقدير. طيب إيه هي الموضوعات، إيه هي الموضوعات التي تناولناها في هذا الكتاب؟ تناولنا موضوع إشكالية تجديد الفكر الديني الاجتماعي في إطار العلاقات بين الذكر والأنثى، العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية.
خاص خصائصها. تناولنا أيضا موقف الشريعة الإسلامية من حرية المرأة في مجتمعات قدست المرأة، مجتمعات الفرعونية صعدتها لدرجة الإله ودرجة الملكة هاتشبسوت مثلا، في مجتمعات بعض الاتجاهات الفكرية اغتالت المرأة، اغتالتها تماما، سلبتها حقوقها، سلبتها حريتها، ينادوا بالمرأة المغلفة. ربنا ما قالش كده أبدا، ربنا منح المرأة كل حقوقها اللي منحها للرجل على قدم المساواة لا فرق. تناولنا ظاهرة تجديد المرأة وتطويرها وتطوير فكرها وحقها في الحرية وحقها في السعادة وحقها في التنمية وحقها في الخروج للعمل. من أين تسترزق المرأة؟ من أين تعيش؟ لم يكن لها مصدر ثابت، فلابد أن تخرج للعمل وتسعى من أجل حياتها، حياة كريمة، حياة أولادها. طبعا إحنا تناولنا أيضا أطر العلاقة بين الجنس والمقدس، القواعد الدينية اللي بتحكم العلاقات ما بين الذكر والأنثى في إطار الحياة الجنسية الشرعية للزوج والزوجة. تناولنا أيضا الجرائم اللي في هذا الإطار، نكاح المحارم ونكاح المتماثلين اللي ظهرت بوادره هذه الأيام، الأنثى بتتجوز أنثى والذكر بيتجوز ذكر. طبعا هذه الأمور شاذة على المجتمع المصري، رغم أن في بعض الدول أجازت وأباحت هذا النوع من النكاح زي تركيا. في أوروبا وأمريكا الأمور ربما تكون طبيعية، وفي الصين وفي اليابان، لكن إحنا عندنا في مصر طبعا قواعد ومبادئ وقيم بتحكمنا. فطبعا مصر مش ممكن إنها تجيز هذه الأنماط من العلاقات الاجتماعية غير الطبيعية. تناولنا في هذا الكتاب شكل النكاح التقليدي، الزواج التقليدي من خطبة وفحص طبي والتوافق الفلكي. أيضا أنا ألقيت عليه الضوء، هل التوافق الفلكي ده لازم وحتمي قبل الجواز، أو من الأفضل إن هم يشوفوا هل هم متوافقين ولا غير متوافقين؟ يعني برج القوس هل يتزوج من الجوزاء أم لا؟ تزوج من الدلو؟ هل الجوزاء تتزوج من العقرب؟ هذه الأمور إحنا تناولناها من أجل حياة سعيدة. طيب إحنا تناولنا أيضا النكاح الحديث، أشكال النكاح الحديثة زي النكاح السري، النكاح العرفي، نكاح العولمة الإلكتروني، المسيار، المتعة عند الشيعة. هذه الأنواع تناولناها بشيء من التفصيل، وربطناها أيضا بالواقع الاجتماعي، وطرحنا أفكار جديدة جدا لأول مرة تطرح في هذه الأنواع. طورنا وقلنا أن هذه الأنواع من النكاحات ممكن أن تكون ترياقا لبعض الأوساط الاجتماعية اللي هي بتخشى الإعلان عن النكاح بشكل كبير. تناولنا أيضا جهود المجتمع الدولي في دعم المرأة وتمكينها وحريتها، واحنا دايما بنقول واكرر ان دعم المرأة وتمكينها وحصولها على حقوقها كاملة وحريتها كاملة كاملة غير ده اللي كنت لسه هسأل حضرتك عليه، ان حضرتك تناولت خطاب يدعو الى حرية المرأة، كما طبعا ابن رشد وابن حزم والإمام محمد عبده أو قاسم أمين. فهل حضرتك مفهوم الحرية اللي حضرتك ناديت بيها للمرأة في كتاب حضرتك؟ شوف سعادتك، الحرية هي الحرية المسؤولة، الحرية الملتزمة، وليست الحرية المطلقة. لأن الحرية المطلقة عايز أقول لحضرتك ممكن تكون مفسدة مطلقة، لا، هي الحرية المنضبطة المسؤولة الملتزمة بالقواعد والقيم الأخلاقية اللي المجتمع بيقوم عليها والنظام بيؤكد عليها. ما ينفعش ان احنا يعني
نعمل كل حاجة بنحبها، لا لازم لا ضرر ولا ضرار، إن أنا ما أضرش الآخرين، أنا أتصرف بحرية في حدود المسؤولية وفي حدود الالتزام وحدود عدم الإضرار بالآخرين، حينئذ أصبح حر. فإحنا بننادي بحرية المرأة ولكن ليست حرية المطلقة من كل قيود، وإلا هنصطدم بجرائم وهنصطدم بتصرفات ربما تخالف كثير من التقاليد الاجتماعية والدينية والقانونية. فطبعا ما ينفعش، احنا عندنا نظام. حضرتك يا دكتور، طبعا احنا قلنا في البداية ان حضرتك ليك اكتر من 50 مؤلف في المكتبة العربية. حضرتك شايف ايه المؤلف اللي سطع او عمل حالة من البريق وحالة من الوهج، شايف ان هو اثر تأثير اكبر في الثقافة العربية؟ تمام، اشكرك على هذا السؤال الجميل. عايز اقول ان كلهم اولادي، ما ينفعش الاب يفرق بين اولاده. انت ممكن تحن على بعض الاولاد لكن في العطاء مفيش تفرقة، العطاء واحد لكن الحب قد يزيد وينقص. تمام، احنا الحمد لله يعني بقالنا 30 سنة بنكتب، يعني يدوب خدت لسانس الحقوق وطلع لي اول كتاب عن بعض دور النشر في الاسكندرية، كان عن إنسانية العلاقات الدولية، ده كان أول كتاب صدر، كان عام 91، منذ 30 عام من غلط. الحقيقة لما استعرض كل مؤلفاتي يعني صعب إن أنا أقول لك إن الكتاب ده، أنا عارف إنه كلهم مهمين، لكن أنا ممكن أقول لك بعضهم اللي هو أثار في نفسي صدى وأثر. يعني أقول لك ان النظريه العامه للجزاء في القانون الدولي العام، ودي رساله الدكتوراه الاولى، اقول لك مفهوم التعامل الدبلوماسي على ضوء احكام القانون الدولي، ودي رساله الدكتوراه الثانيه، اقول لحضرتك كتاب اغتيال الامم، كتاب مهم جدا، كتاب النظام الامريكي الجديد وفن اداره العالم، كتاب مهم جدا. النهارده احنا بنحتفل، عايز اقول ان باهم كتاب حتى الان هو الجائز وغير الجائز في نجاح العجائز، أحدث إصداراتي وأحدث إصدارات مكتبة مدلولي. فأعتقد أن كثير من المؤلفات عندي مهمة جدا، لكن دي لها صدى وهيكون لها تأثير في الثقافة العربية. وعاوز أقول لحضرتك أن ما هو قادم قد يكون أفضل وأقوى بكثير. ونحن بنتحدث على الثقافة، وحضرتك بتتكلم عن المكتبة العربية، حضرتك كيف ترى المستقبل الثقافي المصري في الفترة القادمة؟ الحقيقة أنا متفائل منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في مصر، وهو الحقيقة شغال على كل المستويات على كل الأبعاد، البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد السياسي، تنمية البنية التحتية، العلاقات الدولية، علاقات الأفريقية. الحقيقة هو مش مخلي على جهد حقيقة. يعني أيضا احنا محتاجين المجتمع المصري ينتج أو يعيد إنتاج ثقافة جديدة، عقل جمعي جديد يقوم على نبذ الإرهاب ومكافحته، نبذ التطرف، نبذ التخلف، اللي هو تقصد حضرتك تجديد الخطاب الثقافي والديني أيضا. تمام، تجديد الخطاب الثقافي الديني والاجتماعي. بل حضرتك هذا الانتاج الثقافي الجديد الذي يدعو إليه مش معناه ان احنا نتخلى عن الماضي، لا، احنا نجدد الماضي وفقا لمقتضيات العصر، وفقا للمصلحة العامة للمجتمع وللدولة. نخش لنقطة تانية يا دكتور، حضرتك كتاب نكاح العجائز، ناخد كلمة نكاح العجائز، دي ظاهرة موجودة في مجتمعنا العربي ومجتمعنا الافريقي عامة، او في الدول النامية ان واحد يتجوز واحدة عشان خاطر يحصل على جنسية، عشان خاطر فلوس، عشان خاطر حاجة. حضرتك تكلمنا عن الظاهرة دي، رؤيتك ليها وشايفها ازاي وشايف مدى خطورتها ازاي على المجتمع؟ تمام، انا عايز اقول لك ان احنا عندنا 10,000 حالة كل شهر زواج عرفي وسري من مصري او عربي
شاب يتزوج عجوز أمريكية أو أوروبية، يكون الفرق بينهم لا تتخيل، ممكن يوصل ل50 سنة فعلا، من أجل إن هو يحصل على الجنسية ويحصل على الدولارات ويحل مشاكله المادية. طبعا هو معذور، يعني أنا عايز أقول لك إحنا مش عايزين نظلم الشباب، لكن هو دي ظاهرة، ظاهرة لفتت نظري في الوقت اللي إحنا عندنا فيه ما لا يقل عن 3 مليون عانس في مصر، حتى في الوطن العربي كتير، في الخليج رغم الغنى الفاحش اللي هم فيه، لكن هذه الظاهرة منتشرة موجودة حتى في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. فهو هذا النوع من الزواج صفقة تبادلية، المال قصاد المتعة، من الناحية الشرعية هو جائز شرعا طالما في إيجاب قبول وتراضي، خلاص هو زواج شرعي ما فيهوش لا غبار عليه. طيب هل حضرتك، طبعا كل حد بيبقى عامل حاجة بيبقى له طموح أو رؤية للعمل اللي بيعمله، هل حضرتك حققت طموحاتك أو ما تصبو إليه في أعمالك، وخصوصا الحاجات القريبة؟ شوف سعادتك، يعني كان حلمي ان انا اكون اكبر مؤلف في الوطن العربي، وربما اكون اقتربت من تحقيق هذا الحلم، لكن انا عندي حلم اكبر من هذا، يعني حلم الثقافة العربية، الثقافة المصرية يعاد تشكيلها من جديد على اساس محاربة الارهاب والتطرف والتخلف، لان انا قلت في اكتر من مناسبة ان الارهاب اخطر ما يهدد البشرية. حضرتك لو نلاحظ ان معظم كتب حضرتك بتختار عناوين يعني مثيرة للجدل ومثيرة للتساؤلات، فهل هذا المقصود ام يعني العمل هو اللي بيقودك ان انت يعني تمنه من التشويق للجمهور او القارئ؟ عاوز اقول لحضرتك في هذا الخصوص ان عناوين مؤلفاتي هي سر الاسرار، يعني انا عنوان كتبي ده بيجي عبارة عن إلهام، يعني مش عايز أقول وحي، هو إلهام من الله سبحانه وتعالى إن أنا أوصل لعنوان يعبر عن مضمون حقيقي للكتاب، عن مضمون عاوز أقوله للناس. ربما تكون عناوين مثيرة فعلا للجدل ومثيرة للدهشة، لكن هو ده السيد أبو عيطة، ويعني ما ينفعش يبقى غير كده يعني. حضرتك دورك كمثقف بتدعو دايما لتجديد الخطاب الديني وتجديد الخطاب الثقافي. الناس بتعتقد في كلمة تجديد الخطاب الديني اللي هو هدم الدين، أو تجديد الخطاب الثقافي إن احنا بنرمي كل اللي فات ونكتب حاجة جديدة. عايزين رؤية حضرتك ككاتب، يعني لك رؤية ولك باع في الثقافة، فكرتك عن تجديد الخطاب الثقافي وتجديد الخطاب الديني. هو لازم نفرق بين الإحياء وبين التجديد وبين الجديد. الإحياء إن حاجة ماتت إحنا بنصحيها من جديد، التجديد أنت بتدخل بتطور بعض القواعد أيا كان طبيعتها، قواعد دينية، قواعد اجتماعية، قواعد سياسية، قواعد أيا كان، أنت بتطورها بحيث تتماشى مع مقتضيات الزمن اللي أنت عايشه. أما الجديد فده خلق من عدم، أنت بتخلق حاجة مش موجودة، تقول حاجة جديدة حاجة مش موجودة، لكن أكيد إيه لها أسس يعني. فطبعا إحنا منظورنا لتجديد الخطاب الديني وإحيائه، إحنا عايزين نقول إن الماضي مهم جدا في حياتنا، لكن إحنا دلوقتي عايشين حياة تانية، عصر تاني. القواعد الدينية المقدسة أو النص المقدس نزلش للأولين، نزل لكل الأجيال، وبالتالي إيه بقى؟ لازم نفهم صح بقى إن النص المقدس كمادة خام ثابت في منطوقه، لكنه يتحقق في دلالاته وفي تطبيقاته وتنفيذ هذه النصوص. لازم نفصل بين هذه القواعد وتكون واضحة قدام الناس، على أساس في الطوائف المتطرفة دي يتكلم يقول قال الله وقال الرسول وهو كلام بشر، يتكلم عن كلام بشر، تفسير فلان او تأويل الفقيه الفلاني ان هو ده المقدس، لا، ده كلام بشري يبقى ممكن يتاخد بيه، ممكن يترفض، ممكن يتعدل، ممكن يغيره، بحيث
أنا عندي معايير، معايير للتفسير والتأويل. المعايير دي إيه؟ أول شيء أن يكون هذا التفسير وهذا التأويل متفق مع العقل، متفق مع المنطق، متفق مع المصلحة العامة للمجتمع والدولة. النص يدور مع المجتمع وليس المجتمع يدور مع النص. دي واضحة أن الجماعات المتطرفة عايزة تدور المجتمع مع النص المقدس وليس العكس. يعني عايزين مفهوم معين هم خدوه من فقيه معين وهو ده بس التفسير وهو ده المفهوم وهو ده الصح وهو ده المقدس. لا، النص المقدس يدور مع المجتمع حيث دار المجتمع، وتفسر النص على ضوء معطياتك الجديدة وعلى ضوء مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع. ولازم كمان نفرق بين ايه؟ بين النص المقدس والعادات والاعراف. في ناس بتخلط ما بين العادة والعرف والنص المقدس، زي قضايا اللحية والنقاب، دي عادات وتقاليد. اللبس ده 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 دي مسألة اجتماعية، دي مسألة بيئية، ملهاش علاقة بالدين خالص نهائي. مسألة الحجاب دي خاصة بنساء الرسول، ما ينفعش ألزم بيها كل النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ده خاص بيهم هم موضوع الحجاب. إنما بقية الأمة دي مسألة عامة وليست مسألة خاصة. حضرتك لقبت كفارس الكتاب العربي، طبعا يعني هي لقب حضرتك تستحقه طبعا، فحضرتك يعني احساسك ايه لما لقبتك احد الصحفيات او احد الاعلاميات بهذا اللقب؟ والله انا سعيد بهذا اللقب، ويعني اتمنى ان انا اكون تحت حسن ظن الصحافه والاعلام، وبشكرهم يعني على ثقتهم دي، وده شيء يسعدني. في نهايه اللقاء عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي جاي ان شاء الله؟ والله شوف، هو الكتاب القادم باذن الله هو مملكه الرعب، تمام، وان شاء الله يكون من اصدارات مكتبه مدبول ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق دايما يا دكتور. في نهايه اللقاء ده بنشكر كاتبنا الكبير الاستاذ السيد دكتور السيد ابو عيطة على الحفل التوقيع، وبنتمنى له القادم يكون اجمل واقوى ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. الف شكر، وعلى محاضرتك. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الاعزاء، وان شاء الله نلتقي دايما في حاجات قادمه ان شاء الله.